الشهداء بحث خليفة إمام خطيب بمسجد الشهداء بحث خليفة أصالت عن نفسي والنيابة عن أعضاء الجمعية نرحب بالشيخ ونقول له حللت أهلا ونزلت سهلا. وعنوان المحاضرة كما تعلمون كيف نتدبر القرآن ونحن في شهر القرآن. فالكلمة للشيخ ليتفضل على بركة الله. هو كتاب كلام الله.
نرجع نبدو بالأصل الأول هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمره فقال له على لسان نبينا متكلما ومخاطبا ومأمورا وأن أتلو القرآن. تلاوة القرآن كيف أكلم النبي صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة الإسلامية كان كل ما جاء أحد تلا عليه يسمع لما يسمع لكن بشرط أن يكون السامع مستعدا لتلقي القرآن فإذا استعد للتلقي فيفعل القرآن الكريم فعلا. هذا يخبرنا بأن أول خطوة تعين على التدبر هي النية، النية الصحيحة والنية الصالحة والنية السليمة للحديث المشهور الذي خرج من البخاري ومسلم وغيره من الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يسيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا النية، تقول لي أنا عايز أنا لكن مربوط رايح مش هتهز المصحف. باين النية مش تقرأ. ما دام مسكت المصحف باين حتى
فاستحضار النية في هذا الأمر بهذا التقييم. كان أحد العلماء يسير ومعه تلميذ في جنازة، فوقف الشيخ في سيره توقف، فقال التلميذ: يا شيخ لماذا توقف؟ قال: أريد أن أجدد النية. وفي رواية أخرى تاريخية: أريد أن أصحح. كما عند بعض الأطفال الاجتماعية يدل على النية والحفظ، ولا فلان لا يعرف فلان لا ولا هي ما تقدر فلان. بعد وقت طويل أنا قاعد يعني تربي في دقة الوقت. إذا رحنا الجنازة ورحنا الزواج ورحنا العقد ورحنا البيت ورحنا المصائب أو رحنا زيارة المرض، كل هذه الأمور لا نريد بها إلا وجه الله عز وجل. شو رح يقول الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرانا خيرنا وباطنا. كل كلمات تنم اجتماعيا على عدم استحضار الدين الصحيح. حتى انت في قراءة القرآن استحضرها في نومك وتحاول ان تمسكها مستمرة معك اثناء قراءتك للقرآن الكريم وبعد ان تختم القرآن. استحضر دينا استجلبها على انك تريد ان تقرأ القرآن الكريم لانه كلام الله وانت تحب الله فتحب كلامه وأنت تعلم أن حياة قلبك لا يمكن أن تحيا ما لم تتشرب هذا القرآن. واحد بكر بن شيوخ أحد العلماء عند حفيد يحفظ القرآن كثيرا حفظا، كان جنبي اثنين مراكز حفظت اثنين أفراد عمليه الجد ومربي وعالم أراد أن يعلم حفيده شيء سنة أسعف مبطوط متحن جاهز يلا روح على المدنية يعني مجلبي من المسخبي اسمه سنة المتعب صب المياه ملابسة روح على المدنية بكر التلاميذ لا يناقش إلا شيء مخطط لأن عند ثقة أن شيخه يريد أن يعلمه ولذلك من التوصيل الصوفي للقرآن الكريم أصل نعم طيب لكن فوق لكن في عصرنا الآن أصبح سيئا يقولون المريد بين يدي شيخه كالميت بين المرسل يعني المريد التلميذ اللي يطالب على شيخ تعالى لازم يكون مسلم رغم عن الميت ويدور الدور أصبح أنك تسلم له في طريقة التربية وفي أمور هذه مش أصبح أن يأمرك بالحرام فتطيع ولا يقولوا بحاجة الإنسان أصلاً، لا يقولوا بها أحد العلماء العامة، ولا فهمها من إطار هذا في هذا السير. فلك الحفيد أخذ أفرع البحر أو البئر عفوا، عبى الماء وزع مشي شوي فرق الماء جاي جدا، قال له فرق فضل يا زعيم. أربع خمس مرات، قال له عبى قال له عبى قال له عبى قال له قال له حتى مش عارف استعمال يعني قلب مفقود يمر منه يفوض بشدة لكن في حاجة القرآن يفوض لكن في حاجة واحدة القفة لما أعطت لك المرة وش كان لونها؟ قال السودان مصر متوج لونها نظيفة قال إذا لم تستفد حفظ القرآن تستفد بخاراتك شفت كيف عم وصل؟ هاي المفقود في السودان إذا ما تحشم منها